السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بجاية لنقف على المشروع تاع إقامة سكنية رائعة تقع في منطقة واد غير بالقرب من المدينة الجديدة تاع واد غير اللي تقع في مقنا في ولاية بجاية، ولنلاحظ أنه الآن الأشغال انتهت بها وهي راها في مرحلة تاع الإسكان يعني، ولاحظ النمط المعماري الرائع اللي تمنينا لو تكون يعني المشاريع السكنية في كل قطر الوطني بهذا النمط العمراني يعني الأفقي. بدون إطالة أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.